رغم ان انت جيت في وقت من الاوقات اتعرضت لنقد شديد جدا، وكان ممكن تطلع في اوقات كتيره تعمل لقطه كويسه، في عقوبه لاعب، في لعيبه راجعه من المنتخب تصرح تصريح. انا كنت براهن من اول دقيقه ان انت مش هتطلع تتكلم غير بعد مكسب كبير. ليه في الاوقات دي ما طلعتش تتكلم؟ وهل هناك فعلا بعض الاوقات عقوبات غير معلنه؟ طبعا بص يا كابتن، انا طريق شغلي ان انا يعني ما بكلمش اي حد من الناس اللي شغالين معايا للاعلام، او ان انا احط في انتخابات، او ان انا معنى ان انا بعلن عقوبه معنى كده ان انا يعني بحط اللاعب او اي حد خرج عن النص جوه اوضه اللبس ان انا بعرضه لانتقادات رهيبه طول الوقت. انا مش مشكله، انا واحد، ان انا مش هبوظ سكه الفرقه او نظام الفرقه عشان خاطر ان انا يعني ما حدش يتكلم عني. لا، انا مش هدور على دور البطوله ده. انا كل اللي يهمني ان الفرقه تبقى ماشيه بهدوء، والدنيا ما تبقاش اللعيبه بتاعتي طول النهار او اي حد من المجموعه اللي بيتعرض لانتقادات طول الوقت، ويبتدي يتاخد على احداث بتاع السوشيال ميديا بشكل كبير وشكل واضح طول الوقت. لا، انا كل اللي يهمني ان اللعيبه تفضل محليه، والجهاز يفضل محمي، ما يبقاش حد معرض للانتقادات، لان احنا بنلعب كل ثلاث ايام مباراه، وكل ثلاث ايام يعني بطوله وماتشات كتيره. احنا اكتر فرقه لعبنا ماتشات، اكتر فرقه بتسافر طول الوقت، اكتر فرقه يعني كميه السفر اللي بنسافره رهيب رهيب، وماتشات كتيره جدا، مفيش حد لعب ماتشات قد كده. فانت يعني مش هيبقى كمان الماتشات ويبقى انتخابات وتبقى محطوط طول الوقت سهام، وانا يعني سهل جدا ان انت في اي وقت ان انت يعني تخرج وتهرب من المسؤوليه دي وتكلمني وتبعتها لاي حد غيرك. يعني وانا مش ناقص ان انا يعني ان انا بصراحه ان انا يعني زي ما بيقولوا كده اصيف نفسي على حساب لعبتي او الكلام ده. لا، الكلام ده مش صحيح، والكلام ده مش حقيقي، ومش هيحصل، وانا مش هعمل كده، وده مش اسلوب الشغل. انا دوري ان انا احمي لعبتي، ان انا دايما ابقى في ظهرهم، ودايما ابقى خط الدفاع الاول عنهم. فعمر ما في عقوبه على لاعب هتحصل الا اذا كانت يعني خلاص بقت قدام الراي العام واضحه، عشان كده بتبقى ساعات بتتكلم. انما الحاجات اللي بتحصل جوه وتقدر ان انت ما تتكلمش عنها بشكل بالنسبه للاعلام، ده دوري ان انا افضل احمي الناس اللي شغاله معاك دلوقتي. طب انا هنفرد معاك بحاجه برضو، انت عايز تقولها قولها، مش عايز تقولها براحتك. انت فتحت خط اتصال مع مسؤول اتحاد الكوره، اتكلمت معاهم على اللعيبه بتوع المعسكر والازمه الاخيره، وكنت سبب في انهاء الازمه، واللعيبه دلوقتي على رادار المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وفيتوريا ممكن يضم الناس، وانت كنت سبب في انهاء الازمه دون تصريح، دون تعليق، دون اي حاجه خالص. بص يا كابتن، مفيش اي حاجه خاصه باللعيبه عندك انت ما بتتكلمش فيها، وبتحاول تعمل مجهود ان انت دايما تحط اللعيبه بتاعتك في وضع جيد، في وضع استعداد ان هو يبقى موجود في اي حاجه. ما انت مش هتسيب لعيبتك طول الوقت ان هي عندها مشكله، او ان يبقى في حاجه خاصه باللعيبه بتاعتك ما تتحلش. لا، انت بتحاول تحل كل المشاكل اللي بتقابل اللعيبه بتاعتك، او اي وجهات نظر تبقى مش مظبوطه، اي حاجه بتحصل للعيبه بتاعتك لازم انت تبقى موجود وبتتابع كل شغلك. فده حاجه مش المفروض ان انا يعني ان انا اتباهى بيها، يعني ده شغلي ان انا لازم اعمله من غير اي يعني من غير اي توصيه، او من غير اي ان انا يعني ان انا اقول ان انا بعمله، لان ده المفروض ان شغلي ولازم اعمله.